هاي المشاريع فك الاختناقات، لربما البعض يقول انه هاي اسعارها غاليه وكذا. انا من وجهه نظر هندسيه، هاي وجهه نظر الشخصيه، لا ما يخالف خلي اسعارها غاليه احسن من ارصفها. احسنت. انا اليوم عندي سعر جسر ب ايش قد غالي. طيب وانا عندي جسور محاله من 2014 و 2012 من اليوم خلصانه يا هو الاحسن. خلينا نجي نحسب تكلفه الاندثار زائدا تكلفه عدم استعمال هذا الجسر او هذا المشروع من 2014 لليوم. واجي احسب الجدوى الاقتصاديه من عنده اللي تاثرت سلبيا على الاقتصاد، واجي احسب كلفه هذا الجسر اللي يدعون البعض انه هو اسعاره غاليه. ايش قد صارت التكلفه الايجابيه للاقتصاد بهذا الجسر ابو السعر الغالي، وايش قد صارت التكلفه السلبيه لهذا الجسر اللي هو من 2014 لليوم ما متنفذ ابو السعر الرخيص. فشوف ياها الاغلى يطلع يطلع ذاك اللي ما متنفذ فد 10 مرات اغلى من هذا اللي هو دي يقولون عليه سعر، لانه هذا خلال سنه دا يتنفذ صح، خلال 93 يوم دا ينطيني انجاز مثلا بعضهم. زائدا اكو نقطه اخرى جزء ما ادري المجتمع هم لازم نجر الى زاويه ينتبه عليها. هاي الجسور ايش قد تشغل ايادي عامله عراقيه، وايش قد تتعلم خبره وكفاءات من عندي هسه انا جسرين، واحد جسر غزه والاخ الجادريه، اثنينات هذين دا يستخدم التقنيه اول مره تشتغل بالعراق هندسيا. زين هاي يعني مو هاي كلفه، انا يعني اطلع ذول المهندسين اوديهم في دوله معينه يقعدون يتعلمون عليها، هاي مو كلفه. هذا جانب كوست تدريبي صح، هذا الجانب. نجي جانب اخر عندك المدن، ايش قد صار لنا بالاعلام نحكي وندس كتب ياب سووا مدن خارج المدن، سووا مراكز نشطه خارج المراكز النشطه خارج المراكز العاليه، بغداد ما تستوعب، بغداد ما بيها تصميم اساس، يا امانه بغداد اشتغلي هكذا. اجت هيئه المدن ايضا هي ايضا تابعه اليوم لوزاره الاعمار والاسكان، سوت مراكز نشطه خارج خارج مراكز المدن الحاليه في بغداد وفي المحافظات. طيب وبدت تهيئ الطرق بالحول الرابع، احسنت، وبدت تهيئ الطرق اللي هو هم ببلاش، مو معناها ببلاش اقصد قصدي يعني التكلفه، لا لا انه احنا ما حندفع عليه فلوس حتى يشتغل، لا حد اجت شركه حتشتغله وبعدين احنا ننطيها فلوس يعني بين قوسين نشتغل حين ما يصير. زين هذا مراكز النشطه اللي احنا كوناها، خلينا ننتبه شويه عليها واثرها الاقتصادي. انا صارت عندي مدن خارج المدن الحاليه، الزخم وين انسحب؟ انسحب خارج المدينه. الجسور والبنيه التحتيه امتدت مال بغداد كبرت. زين هذا طبعا هسه طبعا بدنا نحكي على شنو صار، قام قلنا نحكي على مدن ذكيه ومدن مستدامه، معناها احسب وياي المدن الذكيه والمدن المستدامه معناها تكنولوجيا جديده دخلت للسوق. عندنا شركات، انا شخصيا اعرف شركات مال ذكاء صناعي ومال اي او تيز يعني انترنت الاشياء، زين ذني قاعدات ما يشتغلن. طيب. حاليا حيشتغلن لانه صار اكو طلب الها، صار الها سوق. زين عندك شريحه من المهندسين حيبدي مجبورا يتطور بما تريده ذني المدن. زين عندك شركات مقاولات وتشييد وبناء اللي هو قد محقق لليوم خلال 22 و3 محقق ل 2.8 من الناتج المحلي الاجمالي، هذا اجبارا حيصعد لانه اكو مدن جديده. زين هاي كلها اثرها الاقتصادي على المجتمع حيصير ايجابي لو سلبي؟ ايجابي طبعا. زين هذا الايجاب الاثر الايجابي انا مدافع بفلوس، هذا كل الاثر انا مدافع بفلوس. جيد